بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. ده أول لقاء بنا عبر قناتي، قناة مستر عبد الدايم يوتيوب. دي طبعا القناة بتاعتنا دي هتكون قناة تعليمية، يعني إن شاء الرحمن كل ما يخص اللغة الإنجليزية لطلبة الثانوية العامة هتلاقيه موجود عندنا إن شاء الله. النهاردة هيكون لقاءنا زي ما احنا متفقين مع بعض إنه هيكون لقاء مع الوحدة الأولى اللي هي يونت 1، وهنشوف يونت 1 بتتكلم عن إيه، ومن خلال هذه الجزئية هنتعامل مع يونت 1 على الفوكابلوري اللي موجود فيها والديفينيشنز بتاعت هذه الكلمات واللانجوج نوتس اللي هي التعبيرات اللغوية اللي احنا بتقف معانا اكتر من مرة. بعد كده كمان هنشوف من خلال باوربوينت ازاي اللانجوج نوتس دي بتشرح ازاي، وبعد كده هنحل مع بعض مجموعة من التمارين وهنشوف مقدار الاستيعاب اللي احنا استوعبناه في هذا الكلام اللي موجود قدامنا، وان شاء الرحمن نقول يلا بينا ونشوف هنبدا ازاي النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الثانوي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الرحمن تكون سنه سعيده علينا، وفي النهاية نصل بكم إلى باب الجامعة إن شاء الرحمن، وكل منكم يعني يحقق أمنيته اللي هو يتمناها في الحياة. طبعا هنبدأ. أنا سألت سؤال، الشاشة ظهر عندكم، حد يرد علي عشان أعرف عشان أشتغل، بس بدل ما نسجل أو أنطى وفي الآخر الشاشة واضحة تمام عندكم؟ أيوة تمام، برافو عليك يا طه. انت ايمن، جماعه دول كسلانين باين عليهم ما بيردوش، لازم لو نسال سؤال لازم تردوا عشان اعرف ان حضرتك موجود معايا، ما مشيتش، ما سبتش الجهاز ورحت تاكل ولا رحت تشرب. اوكي. بالنسبه للسنه الصف الاول الثانوي، علشان دي اول حصه مع بعض هنشتغلها على الاونلاين، احنا عندنا مجموعه من المواصفات. انت سمعت ان هو ممكن المواصفات الامتحان اللي موجود قدامنا انه ممكن يكون كله اختياري. طب ازاي يكون الامتحان كله اختياري؟ طبعا هو ادي لك مثال بسيط خالص، على لو انت بصيت معايا في احد الامتحانات، مثلا ناخد اي مثال على وليكن هذا الاكزام، الامتحان اللي موجود قدام حضراتكم ده، اول سؤال بيكون عندي عبارة عن اسئلة اختياري زي ما انتم شايفين على الفوكابلوري وعلى الجرامر، وبعد كده في عندنا سؤال في الانز سبيس، وده اصعب سؤال موجود عندنا في الصف الاول الثانوي. ده اصعب سؤال موجود عندنا في السؤال لانه ما بيكونش ليه اختيارات. هو ده اللي نتمنى ان هو يحذفوه، حتى لو ما حذفوهوش يبقى هيكون ليه طريقه تانية للحل هنتدرب عليها ونشوفها بنحلها ازاي. بعد كده بتشوفوا حضراتكم الباسج اللي انتم متعودين عليها، وهنتدرب على كل الكلام ده، مش حاجة هنسيبها. الاسئلة بيبقى عبارة عن اختيارات، وكذلك الاجابات ممكن يكون لها اختيارات موجودة عندنا. ده السؤال الباراجراف اللي انا هطلب من حضراتكم بعد ما تخلص الوحدة، كل واحد هيكتب باراجراف وطبعا هيبعتولي على الجروب بتاعنا باسمه. طب ازاي يا استاذ؟ لو انا ما عنديش كمبيوتر بشتغل على الموبايل، عادي جدا اكتب الباراجراف على ورقة عادية بخط واضح واصورها وابعتها صوره على الجروب بتاعنا، وانا هصححها وادي لك الدرجه واقول لك ايه الاخطاء اللي كانت موجوده فيها في الحصه اللي بعدها. الحصه اللي جايه ان شاء الرحمن بعد كده طبعا هتلاقي الترجمه والحياه اللي احنا بنتكلم عليها. الحصه اللي جايه هتلاقي على الجروب عندك موجود عباره عن امتحان صغير، هذا الامتحان الصغير بيكون بنسالك فيه على معاني هذه الكلمات. بنسألك على معاني هذه الكلمات. يا محمد محمود وصلت، الحمد لله على السلامة. أول وحدة هنتعامل معها اللي هي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ أول وحدة في هذا العام إن شاء الرحمن اللي هي getting away. getting away، getting away ده هتلاقي لها معاني كثيرة جدا إحنا هنتناولها، وأنت ترجمتها ترجمة حرفية
اللي هي بيقول جيتنج اوي، يعني يمشي يعني يذهب يعني يروح، لكن الحقيقه اللي هي هذا اللي بيسموها السفر بعيدا، او بتسمى هي القيام برحله، او بتسمى زياره مكان ما. كل الكلام ده هنتعلم حاجه في الصف الثانوي او المرحله الثانويه، انه ما عندناش كلمه بيبقى لها معنى واحد، بيبقى الكلمات لها اكثر من معنى، التي تسمى باللغه العربيه اللي بنسميها المرادفات برضو بتكون موجودة عندنا في اللغة الإنجليزية. وامشي معايا خطوة خطوة، مذكرتك قدامك، وشوف أول كلمة لازم تفسر الكلمات، وهنعرف ليه لما نيجي نحل مع بعض. أول كلمة كلمة اسمها إيكو توريزم. إيكو توريزم، لو لاحظت إن هذه الكلمة اللي موجودة قدامنا يا سنة أولى منقسمة إلى جزئين، كلمة اللي هي البداية اللي في الأول دي اسمها إيكو، وكلمة إيكو دي عبارة اللي هي معناها البيئة، وهنعرف هذه الكلمة إيكو اختصار لكلمة إيه، بتكون اختصار لكلمة إيه، كلمة اسمها إيكولوجي تحتها مباشرة أهي، لو أنت عايز تبص لها أهي، دي اسمها إيكولوجي، اختصر كلمة إيكولوجي وخد الجزئية. وكلمة توريزم زي ما حضراتكم عارفين من قبل اللي هي تعني السياحة. بروفايد يزود او يقدم خدمه، مش هنتكلم عليها كتير لان انا عامل لها شرح مخصوص بعد شويه هوريها لكم. ايكولوجي البيئه، ليميتد اللي هي محدود، ودي جاءت من كلمه ليميت، ليميت وهو الحد اللي بيكون يعني البرواز اللي انت بتعمله حوالين الجدول ده بنسميه ليميت. وهنا هنتعلم حاجه سنه اولى، انه يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفه، يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفة. بنعيد الكلام مرة واثنين وثلاث، يعني ايه يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفة؟ قال لي هدي لك مثال بسيط، الفعل يوز. الفعل يوز، ماذا يعني هذا الفعل اللي هو كلمة يوز، ماذا تعني؟ قال لي الفعل يوز عند حضرتك هنا ده، لو انت بصيت هتلاقيه يتكون من ثلاثة حروف، اهو انت شايفه قدامك اهو، ده الفعل يوز اللي قدامنا، نغير لونه عشان يبان شوي، ادي الفعل يوز اللي هو ده اللي موجود قدامنا، ونشوف ايه اللي حصل في هذه الكلمة. الفعل يوز الازرق ده، قال لي هذا الفعل اللي عند حضرتك ده ممكن يكون في الماضي بتاعه عبارة عن كلمة يوزد. طيب في الماضي اصبح يوزد، قلت له ماشي، قال لي ممكن بعد كده حضرتك كمان كلمة يوزد دي ممكن انا اجيبها كتصريف ثالث اللي هي كلمة used. طيب وبعدين قال لي هذه الكلمة اللي انت قدام حضرتك ممكن انا استخدمها كصفة، استخدمها كصفة ازاي؟ قال لي ممكن حضرتك تقول عربية مستخدمة. طيب يعني ايه عربية مستخدمة؟ قال لي ممكن تتكلم وتقول لي used car. used car يعني معناها عربية مستخدمة. طيب يبقى اذا هنا في اللحظة دي أنا استطعت إن أنا أستخدم التصريف الثالث للفعل كصفة. isolated isolate isolated، أي ما في كلمة عندنا دي كلمة منعزل، زي المنطقة بتاعت الواحات، زي المنطقة بتاعت الفرافرة، دي كلها واحات بعيدة عن العمران. ماذا نسميها؟ نسميها isolated places، أماكن معزولة. طيب إيه تاني؟ قال لي كمان لو في طفل مريض في البيت وبدأت أبعده عن باقي إخواتك، زي يوصف في اللغة الإنجليزية نقول isolated boy isolated girl، ده اللي هو معناها منعزل، عازلينه عن باقي الناس. في بعد كده كلمة impact، كلمة impact بمعنى تأثير. عايز من حضراتكم تفتحوا المايك ومين يرد عليا ويقول لي عايز كلمة تساوي كلمة تأثير، كلمة أخرى بمعنى تأثير، شغلنا لازم ترد عليا باستمرار. مين اللي هيرد؟ افكت يا مستر، افكت. افكت محمد موسى، برافو عليك، ده طبعا افكت محمد موسى. وافكت يا مستر. تمام، كويس، محمد موسى فعلا اجاب بكلمه امباكت تيجي بمعنى كلمه افكت. ماشي يا محمد. طيب انا اسالك سؤال ثاني، افكت دي اولها اي ولا ايه؟ اولها حرف الايه. برافو عليك. طب لو بيجي اولها حرف الايه ممكن يبقى فعل بمعنى
affected يؤثر. يؤثر على excellent. برافو عليك والله يا ابني، ممتاز ممتاز ممتاز. خلاص اعمل ميوت المايك. environment الكلمة اللي بعد كده environment وهي البيئة. عايز واحد من اللي عايشين معايا برضو تاني يديني كلمة بمعنى البيئة ولسه واخدينها النهاردة. ايكولوجي. ايوه أسامة. ها كلمة ايكولوجي. نعم ايكولوجي. تمام برافو عليك، فعلا اداني كلمة ايكولوجي وده فعلا ده الكلام الصحيح اللي احنا اتكلمنا عليه. برافو عليك يا حاج أسامة. بعد كده في كلمة ايديوكيت. ايديوكيت بمعنى يعلم ويربي. هنا ايه الفرق بين كلمة educate وكلمة learn وكلمة study؟ كلمة study دي معناها بني آدم بيذاكر شيء في أي مكان، وكلمة learn يتعلم أي شيء ولا بد أن يكون هناك في معلم ومتعلم. أما كلمة educate لا بد أن تتم في خلال مكان رسمي زي المدرسة زي الجامعة، ولذلك سموها educate ويأتي منها الاسم. مين يديني الاسم من كلمة educate ومعناه؟ education. excellent أسامة. ايه الحكاية؟ المجموعة ما فيهاش غير أسامة بس عندنا محمد ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ حلوين. تمام تمام برافو. البنات النهاردة باين عليهم sleep sleep sleep. كلمة endanger. endanger الفعل ده اللي هو يعرض للخطر. endanger معناها يعرض الخطر. عايز الاسم من كلمة endanger. عايز الاسم من كلمة endanger. danger. تمام في اتنين جاوبوا برافو عليك. اهو كده كده الكلام برافو كلام كويس خالص endanger. طيب عايز الصفة من كلمة ايوه عايز الصفة من كلمة endanger. الصفة dangerous. excellent أسامة. أيوة كده أيوة كده تمام. يبقى هنا إيه هنقول الولاد غلبوا البنات. طيب نشوف عندنا حضراتكم كلمة conserve. conserve كلمة conserve يحفظ. يحافظ الشيء يعني يحافظ عليه من التلف. يحافظ عليه من التلف. طيب في كلمة كمان كلمة يحفظ يعني معناها الشيء تضعه في مكان وهذا المكان لكي تحافظ عليه. ايه الفعل؟ يا مستر هتبقى تمام برافو. اهو كده انا عايز المنافسة. برافو عليكم كلام ممتاز يعني كلام يفرح. ده معايا يبقى انا مجموعتي ان شاء الله كلهم طب ان شاء الله. الاسم من كلمة conserve الاسم اللي هو conservation وده موجود عندنا. مدغشقر ده اسم مش محتاج مننا مشاكل كتير. في عندنا خدنا من شوية كلمة بمعنى البيئة واللي احنا قلنا عليها كلمة ecology ecosystem. وعندنا ecotourism وهذه ecosystem الجديدة اللي هي بقت موجودة عندنا يا حضرات. ايكوسيستم وده معناها النظام البيئي وده اخذتوه في درس الايكولوجي او في درس البيولوجي اللي هو الاحياء. بروتكت اللي هي بمعنى يحمي. عايز طلبة شطار ابناء الحلوين اللي معايا عايز الاسم من كلمة بروتكت. الاسم the noun of protection. excellent فعلا فعلا الاسم كان كلمة بروتكشن وده يعني كلام فرحني خالص. تمام برافو عليكم تمام تصحصحين. في ناس طبعا ايه حاس ان هم يعني سليب. في كلمة اكزت خلي بالكم في اكزت مش دي بس مش الكلمة دي دي كلمات دي تانية اسم اكزت. وفي ناس بتطلع اكزايت يعني مش مشكلة لكن دي اكزيست. الكلمة اللي موجودة عندنا دلوقتي exist. exist هنا وجاءت من existence وهو الوجود. وجودك على الكرة الأرضية أو تواجدك في مكان اسمه existence. وهنا آدي جاء الفعل منها كلمة exist بمعنى يوجد. خلاص يوجد. هتلخبطك مع كلمة اسمها يجد. يجد
ما معنى كلمة يجد in English؟ Find. Excellent. Find. Modified. Found. Found. تمام أكثر من واحد. برافو عليك تمام فعلا الكلام ده اللي أنا بتكلم عليه برافو عليكم. طبعا كلمة found دي في الماضي مش كده؟ ممكن حد فيكم يعرف لو كلمة found F O U N D لو جاءت في البريزنت في المضارع تكون بمعنى ايه؟ ده فعلا اللي هو يستاهل نرفع له القبعة لو عرفها. ما هو امتحاناتنا على التاب كده الكلمة تبقى اخدتها ويجيب لك معاني تانية. لا دايما انت قاعد معايا قدامي ومعاك كراستك موجودة قدامي تمام؟ F O U N D بس لما تكون في البريزنت في المضارع تكون بمعنى ايه؟ موجود موجود وجد لا موجود نو نو ها ايه الحكاية ممكن تكون اوجد وقعته هي كلمة found إذا جاءت في المضارع تكون بمعنى اكتبها عندك يؤسس يؤسس F O U N D F O U N D دي بمعنى يؤسس. إذا جاءت كلمة found في الماضي بمعنى وجد وإذا جاءت في البريزنت في المضارع كانت بمعنى يؤسس. دي معلومة طبعا جديدة عند حضراتكم لأول مرة يمكن توصل عندكم هذه المعلومة. مستر نعم أسامة كلمة ست الصوت بيقطع بتاعك مش سامعك يا أسامة معنى كلمة ست طيب ست اس اي تي ولا اس اي تي اي تي ايه لما تكون صوتك مش واضح اكتبها لي على ال اس اي تي كلمة اس اي تي بص عندك بقى في عندي اس اي تي وعندي اس اي تي وعندي اس اي تي تمام اس اي تي تيجي بمعنى يؤسس ويبني عارفك انا بتدور على ايه واس اي تي تيجي بمعنى جهاز ست يقول لك تي في ست واس اي تي معناها سيت داون بمعنى يجلس واس اي تي سات ده اختصار للساتلايت كانك بتقول نايل سات بي من ضرب ثاني حاضر اس اي تي اللي هي S E T دي بتكون S E T يعني لو حبينا نحطها لحضراتكم اهي S E T شايفينها دي S E T ده دي بمعنى قلنا بمعنى جهاز وكمان حتى يقول لك سيت اب بتعمل ايه سيت اب يعني بسطب حاجه يعني باسسها يعني بانشئها على الجهاز وتيجي بمعنى جهاز وفي طبعا هناخدها قدام لو قلنا sunset sunset ايه يعني sunset ها sunset طيب sunrise يعني ايه غروب الشمس تمام برافو عليك يا اسامه يبقى sunset ايه غروب الشمس اكسلنت برافو عليك يا ولد برافو عليك تمام تستاهل يا مستر نعم How the sun goes down. برافو تمام هذا الكلام هذا اللي انا عايزه برافو عليك يا ابني انا عايز المرادفات الكتير goes down برضو فعلا ده الكلام ده بيبقى كلام صحيح برافو عليك يا بابا طيب بص الكلمة الثانية قلنا set تيجي بمعنى يؤسس او ينشئ وست بمعنى جهاز وفي عندي تاني sit set لما يجي يقول لك sit down يجلس هذا امر اهو sit down بمعنى اجلس يا عم الحاج تمام وفي كلمة sat ده قلنا اختصار لكلمة satellite والماضي بتاع كلمة sit برضو sat يبقى عندنا ده كل ده في كلمة sit اللي موجودة عندنا الكلام ده كله هنشوفه بعد شوية نشوف الناس كانت صحية معانا ولا out of area طيب كمان نبص كده مع حضراتكم ونشوف ايه اللي حاصل معانا
مع كومنت. تعالوا بينا حضرات نرجع تاني لكلامنا. كلمة analyze ما تقولش analyze، لا انت مش لايس. analyze معناها يحلل، زي التحليل اللي طبعا الطبي او تحليل في المعامل، ده بنسميه analyze. طبعا في هناخد قدام شوية اللي هو analysts اللي هو معناه المحلل النفسي، هناخدها قدام مش عايزين نستعجل. كلمة else، كلمة else بمعنى طبعا قدام هديكم الفرق بين كلمة to وكلمة else وكلمة either أو either وكلمة also وكلمة as well as، خمس كلمات بمعنى أيضا. لكن هنا كلمة else جاءت بمعنى آخر، زي لما تروح حضرتك إلى الراجل بتاع الفندق مثلا أو الإيه، أو أنت قاعد في ريستورانت ويسألك do you want anything else، do you want anything else، يبقى معناها ها هل تريد شيئا آخر. فكلمة else دي هنا تأتي في نهاية الجملة وتكون بمعنى آخر. طيب ليه يا أستاذ قلت لنا بتيجي في آخر الجملة؟ ليه قلنا حكاية تيجي في آخر الجملة؟ قال لي علشان في كلمة تانية اسمها other وanother، في كلمة ثانية بمعنى other وanother وده معناه الآخر، وهذه الكلمات عبارة تأتي لازم يأتي بعدها اسم، other وanother لازم يأتي بعدها اسم، وهذا الكلام هيشرع بالتفصيل في ميعاده، بس احنا بنعمل عملية introduction. في عندنا تاني كلمة develop، develop ده اللي هي ينمي أو يطور. الاسم من develop يا سنة أولى development. اللي جاوب طبعا يعني برافو عليه development فعلا هو ده الكلام ده. انا يعني حاسس انه في بعض يجيبون وبعض نائمون، اللي هم الاحسن يكون حد مشي سابني ومشي انه محمد سيد ما سمعتهاش. الون ما معنى كلمة الون؟ الون بمعنى بمفرده ولا بمفرده؟ يعني لا بمعناها بمفرده، يعني الكلام ده في فرق بين الاثنين يا استاذ. ايوه طب لو عايز اقول لوحده، لوحده يعني مش بمفرده بقى. نعم لونلي اكسترا لونلي. أيوة. لونلي ايوه برافو عليكم، انتوا كلكم تستاهلوا دي، برافو عليكم تمام جميل. لون انما كلمه الون يعني ايه؟ قال الون دو سمثينج ويز اوت هيلب، يعني شويه شويه هنشيل العربي ده معلش بس لغايه ما تديكم معايا. do something without help يعني انك تؤدي شيء بدون مساعدة، يعني تساوي كلمة by myself by himself by herself without help without no help، ده اللي احنا بنسميه كلمة alone. انما lonely ده just feeling، lonely ده مجرد شعور عند حضرتك ومعناها الوحدة. طبعا بالكوني طبعا حضراتكم الشرفة معناها البلكونة. ضعيف يعني معناها يغوص، طبعا هنا يغوص الاسم منها دايفينج ودايفينج اللي هو دايفينج. كويس اني قلت يا ايمان عشان اقول لكم الفرق. هي عندنا ايمان احنا قلنا دايفر وهي قالت دايفينج والاثنين صح ناون فعلا. طب ايه الفرق بينهم يا استاذ؟ قال لي دايفينج بنسميها ذا نيم اوف اكشن، ذا نيم اوف اكشن اسم الفعل. اما دايفر ذا نيم اوف بيرسون، ذا نيم اوف بيرسون يعني اسم الشخص الذي قام بالفعل. طيب في هل هناك اسماء تانية يا استاذ؟ قال لي ايوه ممكن تقول ذا نيم اوف ا ماشين. قلت له زي ايه يعني؟ يعني ايه كلمه ذا نيم اوف ا ماشين؟ قال لي اسم اي اله من الالات لو ذكرته، يعني انك انت في لحظه كلمه كار، كار ده عباره عن ايه؟ بيسميه نيم، بس نيم ايه؟ The name of a machine يعني اسم آلة موجودة عندنا. حضراتكم خلي بالكم بعد 10 minutes ممكن يفصل وهنخش على الرابط مرة تانية. Actually اللي هي معناها بالفعل، بالفعل ها ادوني كلمات بمعنى بالفعل. Of course بالطبع تمام محمد علاء كويس. Already تمام برافو عيالي والله ممتازين، ان شاء الله كده هتفرحوني. تمام برافو عليكم تمام وشور. نعم
شور شور فعلا كمان وفي حاجه اسمها اوف شور اكزاكتلي واكزاكتلي برضه اكزاكتلي وايه ثاني سيرتيلي عارفين كلمة سيرتيلي بالتاكيد 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 تمام برافو عليكم ممتازين كلمة ستيك وات كلمة ستيك ستيك اللي هي بمعنى يلتصق فاكرين كلمة اللي احنا بنلصقه على الكراسات اسمه ايه ستيكر هو ستيكر ستيكر هو جاءت من هذه الكلمة اللي موجودة قدامنا ونرجع مرة تانية للعمود الثاني كلمة كوست اللي هو عندنا الساحل اللي هي الأرض اللي بتكون مجاورة لأي مياه عبارة عن محيطات أو بحار فقط أما الأنهار بنسميها بنك اللي هي ضفة الأرض اللي جنب النهر أو البحيرة بنسميها بنك نفس كلمة بنك اللي هي مصرف برضو بناخدها بنقول عليها عبارة عن ضفة لكن البحار والمحيطات الأرض المجاورة لها بتبقى كوست الجزء اللي بيستخدمه الناس الجزء اللي بيستخدمه الناس للسباحة واللعب نسميه بيتش أو بلاج باللغة الفرنسية وفي كلمة تانية بيسويها كلمة شور وهنتعلم قدام في شور وفي أشهر شور اللي هي S-H-O-R-E S-H-O-R-E ده بمعنى شاطئ نما أشهر ده إلى الشاطئ يعني اتجه إلى الشاطئ بنسميه باللغة العربية ظرف مكان ظرف مكان adverb in English natural الطبيعة natural طبيعي الحياة السهلة مش هدف عندها coral اللي هو المرجان عارفين المرجان اللي هو في قاع البحار يا محمد علاء في حاجة هو مش كلمة scenery برضو اللي هي منظر طبيعي ده دي حاجة تانية خالص هو بتكلم على الطبيعة ككل في عندنا landscape المنظر الطبيعي وscenery بمعنى منظر طبيعي وفي طبعا هناخد حياة تانية اللي هي مشتقات كلمة لاند دي هناخدها في معادة لما انا بتكلم على الطبيعة كطبيعة كورال المرجال الشعاب المرجانية اللي موجودة في قاع البحار والمحيطات نحطها على بعضها لو قلت كورال ريف ريف اللي هي سلسلة صخور لو قلت كورال ريف على بعضها اللي هي الشعاب او الشعاب المرجانية ماتيريالز اللي هي المواد الخام Go diving الكلمة دي عايز حضراتكم تخلي بالكم منها لأنها جاءت في الامتحان كلمة Go diving يغوص عايز يقول لك كلمة Go من الكلمات التي يأتي بعدها ING في كلمات كثيرة جدا لكن كلمة Go يأتي بعدها الفعل مضافا له ING Avoid بمعنى يتجنب دي لأسأل أولادي بتوع سنة أولى Avoid ما الفعل الذي يأتي بعد avoid ماذا يأتي بعد avoid فعل مضاف إلى ING excellent 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 فعلا بيأتي بعدها فعل مضاف له ING avoid damage اللي هي بمعنى يتلف معلومة جديدة هو لحضراتكم معلومة جديدة كلمة damage هذه الكلمة هل إذا جاءت اسم إذا جاءت اسم وحطنا لها اس في الآخر تبقى دامجز ما معنى كلمة دامجز اوعى تقول لي تلفيات دامجز اللي هي أضرار نعم أضرار كلمة دامج حضراتكم إذا جاءت كلمة دمج عند حضراتكم وآخرها إس هتكون بمعنى تعويضات أضرار تعويضات خدها عندك جديدة أهي لأول مرة طلعت برة معناها خالص ملهاش علاقة بالتلف ولا الضرر ولا أي حاجة فهو هنا بيعمل كده في الامتحان بيستخدم معايا هذا الكلام طبعا الإكوادور ده اسم مكان كلمة اليونيك دي عبارة عن حاجة فريدة من نوعها يعني ما فيش زيها تاني خالص كلمة تيرتل طبعا نينجا تيرتل حضراتكم عارفين اللي هي السلحفاة ميك شور اللي اتكلمتوا عليها الكلمة الجديدة بقى اللي انا عايز حضراتكم كلمات جديدة انا بقف عندها كلمتها سستين
والصفة منها تحتها مباشرة sustainable اهم خلي بالك منهم اهم sustainable هذه الكلمات مستمر. طيب وعشان جات في الامتحان عشان كده بقول لك خلي بالك منها. واشوف حضراتكم كلمة sustainable عايز كلمة تساويها continue ولا continuous؟ continue. لو قلت continue اصبحت فعل، لو قلت continuous اصبحت صفة ومعناها مستمر. تمام. نشوف حضراتكم تاني ايلاند. في ناس كتير بتقرأ هذه الكلمة وبتقول عليها ايسلاند. لا، في الحقيقة مش ايسلاند، هي الاس هنا بنسميها سايلاند. ايلاند معناها الجزيرة، واندونيسيا popular popularity، دي كلها كلمات عدت عليكم الصعبة. brilliant، ها كلمة brilliant، ما معنى كلمة brilliant؟ ها رائع، عايز كلمة تسويها قول. Fantastic. Wonderful. تمام. عايز واحدة ثالثة. Fantastic. Cool. نعم. Cool. Cool دي بس بنوصف بها الأعصاب، اللي بقول لك cool يعني هادي. Great. تمام. Great. كلمة رابعة. ها؟ صعبة عليكم. كلمة اسمها marvelous. 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 حضراتكم بس برضو انتوا تستاهلوا دي. برافو عليكم. معلش يقول حروفها المستاهل. ايوه ماشي. اكتبها لي. marvelous. في كلمة أخرها كمان إيه؟ في كلمة أخرها OUS بس لما نوصل لها. تمام؟ جاهزين معايا؟ طيب تعالوا بينا نشوف كمان جزئية تاني في هذه الكلمة اللي موجودة قدامنا. هتلاحظوا من ضمن الكلمات اللي موجودة قدامنا مرة ثانية هنلاحظ كلمة تينيجر. كلمة تينيجر اللي هي موجودة عندنا اهي، وده طبعا تينيجر هي معناها الشخص الايه المراهق، الشخص المراهق، وده اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم عليه، مرحلة من المراحل اللي موجودة عندنا. طيب نشوف كمان تاني من ضمن الكلمات اللي موجودة عندنا يا حضرات، الكلمة اللي موجودة كلمة، ها بص الكلمة ده fascinating. fascinating كلمة fascinating اللي هي اللي موجودة عندنا دي بمعنى حاجة مبهرة، حاجة رائعة. عكسها طبعا awful اللي هو البغيض. العمود اللي بعد كده اللي موجود مع حضراتكم ده كلمة destination. destination مين في حد مشي معانا ولا ايه؟ destination اللي هي الجهة المقصودة، بمعنى حضرتك طالع من البيت رايح المدرسة، رايح المدرسة، فاذا في اللحظة دي انا بقول destination بتاعتي، الجهة المقصودة بتاعتي ده عبارة عن المدرسة بتاعتي، جهة المقصودة. بين لحظة والتانية هيفصل معانا الجلسة، هنرجع نخش على الرابط بسرعة شديدة جدا جدا عشان ما نتأخرش مرة تانية. وايلد لايف اللي هي الحياة البرية اللي هي طبعا الموجودة في الغابات والصحاري وتحت. نكمل تاني عندنا الوايلد لايف اللي احنا قلنا عليها الحياة البرية اللي موجودة عندنا داخل البحار المحيطات الكلام ده كله والصحاري كمان والغابات كلها دي نسميها وايلد لايف. انكلود اللي هي يشمل، وهناخد بعد شويه الفرق بينهم كلهم دول. دراجون طبعا حضراتكم عارفينه، ادي بيتش اللي اتكلمنا عليها، اللون اللي احنا قدامنا اللي بنرسم بيه ده اللي هو بيسموه البينك،
اللون ده اللون البينك يعني. في عندنا بص الكلمة الجديدة اللي عندنا دي exhaustic. ها يا محمد يا رجل exhaustic ده هنا طبعا exhaustic ده اللي هو بيساوي كلمتين وطاها اي من طاها. ها exhaustic معناها ايه؟ عايز كلمة تساوي استرينج. يا أسامة صوت حسسني انك بتتكلم من الصومال يا أسامة. برافو عليك شات مصحصح. تمام تمام. طبعا الليمور ده طبعا لو طلع لك طبعا القرد ده منظره فظيع. تمام. كيور فور. كيور فور ده علاجي وهناخد برضو بعد شوية. كلمة كيور بيساوي كلمة تريتمنت. تريتمنت تريتمنت اللي هي بمعنى علاج ليه. مثلا كيور فور اللي هي طبعا كورونا اللي حضراتكم عارفين الاسم بتاعها اللي هو ايه اسم كورونا in English COVID-19 والثاني عربي 19 اكسل الحمد لله على السلامة فعلا 19 برافو. تمام تمام تمام. طيب تعالوا بينا حضراتكم يعني يا ريت بعد المجهود لما اجي احل الاقي حضراتكم معايا انتروديوس اللي هو يقدم وجاءت من انترودكشن يعني ادخل في الموضوع مش ادخل المكان. لوز القوانين اذروايز اقول لك مثلا ايه بابا يمسيه يقول لك استدي اذروايز اي ويل بانش يو ذاكر والا هعاقبك اذروايز. اورانج يوتان. اورانج يوتان ده اللي هو انسان الغابه ده احد انواع القرود وسمي بهذا الاسم لانه يشبه الانسان في تصرفات كثيره جدا. ديس ابير عكس ديس ابير ايه سنه اولى بير ابير 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 ايوه ابير فعلا ديس ابير عكسها ايوه ابير وده الكلام الصح بتاعنا. برافو عليكم جدعان. طيب في عند حضراتكم سبايدر معروفه طبعا كلكم سبايدر مان حافظينها. بايت اللي هو يعض. في عندي بص بقى الحتة جيدة اللي جاية كلمة تريك. تريك يقوم برحلة. طيب في طبعا في تريك تانية تي ار اي سي كي. تي ار اي سي كي بمعنى ايه دي؟ شاحنة. لا مش تراك. تريك تي ار اي سي كي. اي ويل تريك يو. تريك بالاي معناها يخدع يخدع. انت اولاد الذين بتفتحوا قاموس باين عليكم بتفتحوا قاموس وبعدين تردوا عليا اولاد الذين. طيب لو بقت باليو زي ما قال عندنا زميلكم يبقى باليو هتبقى الشاحنه. جيت لوست يضل الطريق. رين فورست الغابات المطيره. اكسايتد اللي هي مسرور. حلو. طيب اكسايتد دي سنه اولى اللي موجوده قدام حضراتكم هنا دي وحاطين عليها المربع الازرق. excited دي معناها مسرور. طيب بيوصف بيها انسان ولا جماد يعني people or thing. انسان people. انسان جميل انسان. كويس. لو انا عايز اوصف بيها شيء غير عاقل اقول ايه؟ excited. برافو عليك. احنا النهارده اتعلمنا حاجه الصفه المنتهيه باي دي. الصفه المنتهيه باي دي توصف الانسان والصفة المنتهية بآي إن جي توصف الشيء الغير عاقل. بص كده الصفة دي ريلاكسينج مريح. تمام. دي صورة المصيف ربنا يوعدكم يعني مصيفين طبعا في الحر عادي. جلاد اللي هي بمعنى سعيد كلمة تساويها هابي 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 هابي. برافو برافو عليكم. طيب صغير جدا اللي هي ليتل تايني دي طبعا قديمة مش هنتعب فيها يعني. طيب نشوف حضراتكم ادي سك. سك اللي هو المريض تساوي كلمة ايل. لا مش ايل مبقى يا بناء اسمها ال. المريض إل. اسمه ال. اي ال ال ده اسمه ال. تمام. سكنس المرض. برافو. كلوز تو قريب مين من تساوي نير. نير تو. برافو عليك. تمام. لين ايوه برافو برافو برافو. لين لين يستند. يعني يستند زي ما حضرتك تلف ظهرك كده
على عمود، تركي ظهرك على شجرة، أي حاجة نسميها لين، يستند يعني يسند ظهره كده زي كده على الكرسي، لكلمة لين. طيب سبايسي طبعا تموتوا فيه ده انتوا مش كده؟ سبايسي طبعا اللي هو انتوا حضراتكم اللي بيبقى فيه توابل كتير ده، يقول له انا عايز الشيبس سبايسي والكلام ده. سويل اب، كلمة سويل دي معناها يتورم او ينتفخ، يتورم او ينتفخ. بص الكلمة اللي جنبيها كلمة بورد، بورد دي معناها مل، شعر بالملل، متضايق. في كلمة تانية اسمها اب ست، اب وبعدين كلمة ست لو انت عايز تكتبها ورايا، اب ست مضطرب. نعم مضطرب، ايوه مضطرب او متضايق برضو. طبعا اعلى منها شوية اللي هي كلمة انجري، غاضب. اعلى منها تاني اسمها فيوريوس، هتعدي علينا قدام في القصة، فيوريوس اللي هي بمعناها حانق اي غاضب جدا. ديرتي ربنا يكفيكوا شره الاسم يا مستر. نعم يا مستر. وفرستريشن طب. نعم فرستريشن، فرستريتد. ما هي نفس الكلمة جاءت من كلمة فيوريوس الصفة، الكلمة فرستريتد. وفي عندك كمان اللي هي دي معناها برضو بمعنى الغضب، او بيسموها الغضب الشديد، الغضب مش اقوى درجة. برافو عليك، ممتاز يا ابني ممتاز. كلمة volunteer، volunteer ده البني ادم اللي هو اللي بيتطوع لاداء شيء. build اللي هي يبني، لما تحط للكلمة re في الاول، re اذا اضيفت الى الفعل بمعنى again، re اذا اضيفت للفعل بمعنى again يعني رايت يكتب. ها لو حطينا لها ار اي تكبه اعاده الكتابه، ايوه هي رايت اعاده الكتابه. برافو. طيب اوبن يفتح، ري اوبن اعاده الفتح، عيد الفتح. جميل. كلمه نيو بمعنى جديد. طيب ري نيو يجدد. اكسلنت اكسلنت يا ولا. تمام تمام، ظهرت ولاء اهو في النص يا معانا. تمام برافو عليك. طيب في عند حضراتكم تاني كلمة باس اللي هو الممر ده، غير كلمة باس اللي هي بي اي اس اس، خلي بال حضراتكم برضه يا مر. ريموت بعيد، عكسها نير، نير كلمة تساوي ريموت، كلمة تساوي ريموت فار. اكسلنت اكسلنت والله يا جدعان جدعان، برافو عليكم. كلمة بتساوي هنا هي كلمة فار. تمام برافو. طيب في عندنا تاني كلمة بلوتا، هوب دي مع الرياح، هل التل سهلة. بيس فول، بيس فول تساوي peaceful، quiet 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 quiet. طيب لو واحد شاطئ يجيب لي الاسم من quiet، الاسم من quiet. هيلو يا جري. quietly quietly دي بقت حال، عايز الاسم. ما انا مش حاجه كده بس. ها quality quietness، حط لها ان اي اس اس، كوايتنس كوايتنس كوايتنس، ده اللي احنا بنتكلم عليه حضراتكم اللي هو الهدوء نفسه، بيسفول. طبعا فورتشن، فكلمه فورتشنيت طبعا سمعتوا كلمه اسمها انفورتشنيتلي، انفورتشنيتلي سوء الحظ، سوء الحظ. وفورتشنيتلي ليه؟ لحسن الحظ. ادي الصفه اللي جت منها اللي هي فورتشنيت، وارن يحذر، سوفونير لما تروح مكان من الاماكن اللي هي بدي تشتري منها سوفونير، لود يحمل طبعا والحموله، ريلاكسنج اللي قلنا عليها من شويه، اواي اللي هي بعيد. وفي كلمه خص، خص بالانجليزي يعني ايه؟ نيتس. تمام يا جدع يا اسامه جدع. تمام تمام ايوه الحمد لله على سلامه الخص. تمام
في عند حضراتكم ده الكلام اللي أنا قلته كله من شوية شرحته باللغة الإنجليزية، كاتبوا لحضراتكم أو هنا تاني اسمه الديفينيشن اللي أنا كنت بشرح فيه من شوية. ده عشان تبقى دي حاجات دي مراجع عشان لما تيجي تحل فيها prepositions and expressions. إيه معناها العبارة دي؟ إيه معنى هذه الكلمة؟ معناها كلمات وتعريفاً هنا كلمة prepositions and expressions دي معناها إيه؟ حروف جر وتعبيرات، حروف جر وتعبيرات. لو انت بتترجم ورايا عايز تكتب في المذكره ورايا، يعني اولا حروف جر معروفه، دي معروفه زي مثلا ايه اللي بيجي مع كيور والكلام ده. لكن كلمه اكسبريشنز للتعبيرات، قال التعبيرات ده عباره عن كلمات مرتبطه زي ايه؟ قال لي مثلا تقول قسم البوليس، بوليس ستيشن، كلمتين مرتبطين مع بعض، دول بيجوا على طول معانا. يعني مثلا حد يقول لك ايه، عايز تقول له شكرا تقول له ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش ده عباره عن تعبير، تعبير يبقى ظابط معايا، بيتقال حته واحده جزئيه واحده، زي اللي موجود عندنا ليميتد امباكت، زي كلمه امباكت زي ما اتكلمنا على انها تاثير، تاثير محدود. انفايرومنتال لوحدها بمعنى بيئه، كويس، البيئة المحيطة كلمة بمعنى بيئة. ادوني كلمة بمعنى بيئة. ايكولوجي. تمام. ايوه تمام. وادي انفايرومنتالي اللي الحال منها فريندلي اللي هي بيسموها صديق للبيئة. سويل اب اللي هو سوليد سوالن قلنا بمعنى يتورم او ينتفخ، دي حاجات قلناها. anywhere else ركز بقى معايا، يمكن محدش قال لك على التعبير ده anywhere else. طيب قال لي زي ما احنا قلنا قبل كده ان كلمة else دايما هي بمعنى اخر، قلت لكم دايما تيجي في الاخر ما تجيش في الاول ابدا. anywhere else، anything else، طبعا anyone else، كله ده بمعنى اي شخص اخر، اي مكان اخر، اي شيء اخر. along the coast دي جات، دي الكلمة اللي هقول لحضراتكم عليها دي يا سنة اولى، جات في امتحان ثالثة ثانوي سنة 2005. كلمة along لو انت بصت لها كويس كده، لو انت بصت لها هيجي في الامتحان، لو هو بعد الـ A عن الـ L، دلوقتي الـ A لازقة في الـ L هي بقت كلمة واحدة، معناها along يعني بطول، انا بتمشى على البحر يبقى اسمها along بطول. لو بعدت الـ A من الـ L بقت ايه معناها؟ طويل. أصبحت صفة، فعلا أصبحت صفة. فهو عمل كده في الامتحان، يجيبها لكم ده في الامتحان، يقول لك ألونج حتة واحدة ولا آو لونج ولا لونج لوحدها ولا لونجس ولا لينس، هيعمل لك كده في الامتحان، وده هنتدرب عليه. مش عايز أشغلك من البداية، لسه احنا بنقول يا هادي بنسخن، بس لسه التقل ورا. ألونج ذا كوست اللي احنا بنتكلم عليه ده معناها بطول الساحل. natural materials، natural word دي يعني عايز يقول لك ان كلمة natural تنفع مع اكثر من حاجة، تأتي كصفة، بتأتي مع اي كلمة ممكن عايز توصفها لانها طبيعية لم يتدخل الانسان فيها. all around the world عايز كلمة تساوي هذا التعبير يا سنة اولى. all around the world، all over the world. excellent يا هادي يا اسامة، والله انا لا هسقف لك يعني، برافو عليك، انت تاخد التصفيق ده لوحدك. تمام، برافو عليك، كفايه كده. طيب في عندنا دو وكوز دامج، يعني عايز اقول لك ايه، يا اسامه في حاجه عندك؟ المايك اعمل ميوت. الدامج، كلمه دامج ايه الافعال اللي تيجي معاها في الامتحان؟ يحط لك سبيس وبعدين دامج، ايه الافعال اللي تيجي معاها؟ قال لي كلمه دامج ياتي معها دو او كوز، دو او كوز، يبقى كلمه اقول دو دامج او كوز دامج، كوز بمعنى يسبب. كلمه كورال ريفز طبعا قلناها فوق، ستك ات هوم زي ما حصل ايام، طبعا كلمه ستك دي تصريف اول، يعني فيرست فورم ولا سكند فورم ولا سيرد فورم، ستك دي اهي، دي نرجع تاني ونرجع للسهم تاني.
كلمة stuck دي سنة أولى. ها دي يعني تصريف أول ولا تصريف تاني ولا تصريف تالت؟ تصريف ثالث. تصريف ها؟ تصريف ثالث. ثالث فعلا 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 فعلا. أهو. الباست بارتيسيبل الحتة اللي أنا قلت لكم عليها فاكرين بنعيدها تاني وأول ما تشوف الثلاث صوابع يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفة. يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفة. يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفة. هنا لما قال أيام الكورونا ربنا لا يعيدها كمان تاني قال لك كنا محبوسين في البيت. كلمة إنك محبوس stuck كأنك ملسوق لسجينك في البيت جاءت من كلمة stick ستيكر اللي هو اللي موجود عندنا. cure for cure of إيه الفرق بين الاثنين؟ لو أنت عايز تجيب cure for يأتي بعدها المرض اللي أنت عايز تعالجه خلاص cure لي. وطبعا هنا cure of يعالجه من. طبعا هنا بتيجي معاها الأعراض اللي هي موجودة عند هذا سامبسون الحرارة بيعالجه من الرعشة من كده. photos الصور بتاخد take photos يعني يلتقط صور أو يصور. sail along the river يعني معناها كلمة ألونج اللي قلناها سيل هو يبحر وسيل تيجي بمعنى الشراع. في حتة قالنا في زميلكم قالها لنا من شوية لو أنتم فاكرين لما قال كلمة اللي هي كلمة goes down بيساوي إيه goes down؟ شوف الناس فاكرة ولا لأ؟ نسيو sunset. sunset ده فعلا مين اللي قالت ولا؟ اللي جاوبت ولا مش كده؟ جدع يا بنت ولاء. يا مستر. ها؟ ولاء اللي جاوبت. طيب. The sunrise on the first day زي النهارده بالنسبه لنا on the first day. ايه اللانجوج نوتس بقى بتاعتنا دي اللي احنا عايزين نتكلم عليها ونشرحها قبل ما نخش على الاختيار بتاعنا. وده حضراتكم هنشوفه دلوقتي في اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه ان شاء الرحمن. عايزين نشوف ايه اللي احنا هنتكلم عليه معانا مع حضراتكم الان ونشوف احنا هنتعامل مع هذا الكلام ازاي. طبعا لو بصينا من اللي موجود قدامنا ادي اللي موجود قدامنا يا حضراتكم دي اللانجوج نوتس. ها الشاشه واضحه عندكم؟ ردوا عليا الشاشه ظهرت تمام. أيوة نعم. يعني ردوا علي عشان اللي احسن ربما يكون انا ما دشش على الزرار وما نعملش معانا يعني. طيب ادي حضراتكم بنتكلم على يونت 1 وهنتكلم على اللانجوج نوتس اللي موجوده قدامنا. ادي اول جزئيه كلمه بروفايد. شايفين كلمه بروفايد دي اللي قدامنا؟ كلمه بروفايد اللي موجوده قدامنا معناها يزود. كلمه بروفايد يزودك او يمدك. قال لي بص حضرتك مره هتلاقيها بروفايد ويز ومره هتلاقيها بروفايد فور. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لي بص حضرتك وخلي بالك من هذه الجزئيه. لو قلت بروفايد ويز يبقى تلاحظ انه بعد كلمه بين بروفايد وبين ويز اهي بين بروفايد وبين ويز هتلاقي شيء غير عاقل. بين بروفايد وبين ويز هتلاقي شيء غير عاقل. لكن لو استخدمت بروفايد فور هتلاقي عند حضراتكم هنا يعني حياة غير عاقلة وساعات عاقلة. بس هدي لك مثال يسهل لك العملية. The government provides school with modern sets. إن المدرسة بتمد وتزود ها المدارس بالمودرن سيت. طيب لا هنا قال The government provides ها جاب المفعول به الاول فور سكولز. لا يا استاذ المثال ده انا ولا فاهم حاجه. قال لي هدي لك مثال سهل جدا تفهمه. هقول ايه؟ ماي فازر بروفايد ها مي ويز ماني. ماي فازر بروفايدز مي ويز ماني. ابي يزودني بالايه؟ بالمال. عندما يكون في الجملة في مفعول به عاقل ومفعول به غير عاقل. لما يكون عند حضراتكم مفعول به عاقل ومفعول به غير عاقل أعمل إيه؟ قال لي لو عندك provide with
تحط المفعول العاقل بين بروفايد وبين ويز. طيب لو انا عايز ابدا بالمفعول الغير عاقل اللي هي ماني، قال تقول كده ماي فازر ها بروفايد ماني فور مي، بروفايدز ماني فور مي. الاولانيه بمعنى يقدم او يزود، والثانيه بمعنى يوفر. ده الكلام لكلمه بروفايد. طيب بص الكلمة isolate اللي أنا اتكلمت عليها، patient who have infectious diseases، الناس اللي عندهم أمراض معدية should be، دي مش I دي E، should be isolated. ده اللي هو كلمة isolate. بص الثانية بقى insulated، ده منعزل وده معزول. ده اسمه عزل مكاني، يعني أعزل يعني أبعد ناس عن بعضها، أنت هنا في مكان وهنا في مكان. لكن لو عندي سلك كهرباء عايز احط له شيء كرتون، او عندي حضرتك الحله سخنه على البوتاجاز وعايزه تشيليها، فبيجيب حتتين قماش كده اهو وتمسكي بهم الحله، انت عملت ايه هنا؟ عملت عزل الحراره. فلو عزلت الحراره او عزلت الكهرباء هنا نسميها انسيوليتد. لكن اعزل واحد من مكان لمكان، يعني لقيك انت مثلا انت وصاحبك شغالين ترط الاستاذ، راح خدك قال لك لا انت قوم من هنا، تعال انت هنا وتعال انت هنا، عمل isolated الاولانية. لكن لقي الشريط السلك الكهرباء مكشوف، راح حط عليه اللي هو شي كرتون اللي احنا بنتكلم عليه مع حضراتكم، ونبقى واخدين لبالنا من اللي احنا بنتكلم عليه. في بعد كده protect، كلمة protect دي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي قلناها يحمي، مش هتكلم عليها كتير، بس اعرف ان هي بيأتي معها حرف الجر ايه from، يحمي من. ايه الفرق بين فاكرين الكلمات اللي سألنا عليهم حضراتكم؟ تريك تريك تراك ترانك، وفي ترك اهو، كام كلمة دول حسبتهم؟ 5. تريك بالاي يعني يذهب في رحلة صعبة، يعني راح في رحلة كلها مخاطر وكلها اموات. تريك بالاي، بالاي هنا معناها يخدع. تراك تراك ده تراك، ده ليه معنيين، تراك اللي هو يتعقب حد، وتراك هو الطريق اللي حوالين الملعب اللي بيجروا فيه اللعيبه، يقول لك بيجري في التراك. وترك اللي هي الشاحنه، ترنك بمعنى جزء النخله، وليه معنى ثاني، ليه معنى ثاني اللي هو الناب بتاع. نعم حطهم فين؟ ايوه برافو عليك، تمام يا اسامه. طيب بص كده ايه الفرق بين كلمة work on work with. لو انت يعني زي ما هم الان بيطوروا علاج لمرض الكورونا، يبقى بايه الفعل نستخدمه؟ work on. work on بقى بمعنى يطور. هل ليها معاني تانية يا استاذ؟ ايوه ليها معاني تانية. ايه المعاني التانية؟ قال لي work بعمل على، ايوه work on لو جاء بعدها إنسان أقول I work on أسامة، معناها إن أنا أحاول أن أقنعه، persuade him. work on لو جاء بعدها machine آلة، معناها أصلحها. work on لو جاء بعدها اختراع أو جاء بعدها دواء أو جاء بعدها new thing شيء جديد، معناها يطوره. إنما work with ده هنا معناها يعمل مع، I work with students أنا أعمل مع الطلبة. work with أميرة in the pharmacy شغالة في الصيدلية مع أميرة. عند حضراتكم آدي كلمة alone اللي احنا شرحناها، مع بيساوي كلمة on my own بيساوي كلمة by myself. I build the house alone on myself يعني without help بدون مساعدة من أحد. every day every day في عندي كلمتين، يعني every day شايفينها بالصورة كويس كده، every day ها ملتصقين في بعض، خلي بالكم من ألعاب الثانوية العامة دي سنة أولى. وإفري هنا لوحدها وداي لوحدها، every day إذا جاءت كلمة every day كلمة واحدة متصلة مع بعضها البعض، في هذا الكلام تكون بمعنى ها صفة يومي. الأهرام is an everyday newspaper يعني عبارة عن صحيفة يومية. يبقى everyday إذا جاءت كلمة واحدة
فهي صفة. أما إذا جاءت كلمتين إفري لوحدها ودي لوحدها أصبحت حال ومعناها كل يوم. I go to school, I go to work every day. الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه لو فاكر انت يا أسامة affect وانت محمد موسى برضه affect وeffect. affect بالايه معناها يؤثر على، وهي عبارة عن فعل، وهذا الفعل لا يأخذ حرف جر، انما ان effect تأثير اسم ويأخذ حرف جر on. اهو 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 بيساوي كلمة impact اللي هي بتنفع يؤثر وتأثير. ايه الفرق بين كلمة the number of و a number of؟ ايه الفرق بين the number of و a number of؟ the number of خلي بال حضراتكم و the و a number of الاثنين اتى بعدهم اسم جمع، الاثنين اتى بعدهم اسم جمع. ياريتكم مركزين على الحتة دي. a number of animals، the number of animals. ايه الفرق؟ قال لي الفرق في الفعل اللي جاي بعدهم. the number of نتعامل معها على انها مفرد فيأتي بعدها فعل مفرد is. اما a number of نتعامل معها على انها جمع فيأتي بعدها فعل جمع. خلي بالكم من المعلومة الصغيرة دي لانها بتكون مفيدة في الامتحان. نقولها تاني يا مستر. طب ترجمه الجمله اقول لحضرتك، اجيبها لك، انا كنت اقولها لك. The number of animals is extinct، دي عارف معناها ايه؟ ها معرض للانقراض. انا اقصد كلمه the number of animals اسمها عدد الحيوانات، يعني رقم الحيوانات، يعني التوتال بتاع الحيوانات كله، يبقى بتكلم عليهم على انهم one unit وحدة واحدة. فلا بتكلم على انها one unit وحدة واحدة فيتعامل معها على مفرد، والمفروض دي اخذتها في ايه وان وزاء السنة اللي فاتت. اما a number of animals معناها عدد من الحيوانات. طيب اديها لك بسيط كده، نقول ايه عدد الطلبة النهاردة قليل، يبقى عدد الطلبة النهاردة نقول عليها مفرد ولا جمع يا أسامة؟ جمع. عدد الطلبة النهاردة قليل. جمع. عدد الطلبة النهاردة قليل. طيب بص، طيب الثانية، عدد من الطلبة حضر النهاردة مفرد. الأولانية نمبر. هقولها تاني، الأولانية عدد الطلبة قليل، الثانية عدد من الطلبة حضر اليوم. الأولى مفرد والثانية جمع. اكسلنت يا أسامة. فلما أقول the number of معناها عدد ال، عدد. the number of عدد من. عدد من. عدد من. وصلت؟ وصلت أسامة؟ أي تمام مستر. طيب الحمد لله. مس. مس. كلمة مس غير كلمة lost طبعا. كلمة مس، مس someone يعني افتقد شيء، اقول لك اي مس يو يعني انت وحشتني. مس اترين يعني لم يلحق القطار او بص. مس سكول اتاخر على المدرسه. مس ليكتشر ما حصلش المحاضره. مس ذا جول لم يحقق هدفه. اي هاف مس ذا ترين. انما لوس يفقد، يضيع. لوس ماني ضاعت من الفلوس. لوس انترست فقد الاهتمام. لوس سمثينج ضيع حاجه. لوس هيز لايف خسر حياته يعني مات. lost someone مش هنا بقى افتقدوه، لا ده نهى عملت حركة ندالة مع إيمان راحوا خسروا بعض، كل واحد راح في ناحية فبقت lost someone. lost by this يعني ربنا يحمينا ويحميكم، اللي هو ايه فقد عزيز له عن بالموت. make ايه الفعل make؟ قال لي هذا الفعل make اللي موجود قدام حضراتكم بمعنى يجعل، هنا مش بمعنى يصنع، هنا بنتكلم على المعنى الآخر للفعل ميك بمعنى يجعل. الفعل الثاني اللي بنتكلم عليه هنا بنتكلم على كلمة يجعل.
قال لي يأتي بعدها إيه؟ أولاً في كلتا الحالتين يأتي بعد ميك لازم يجي مفعول به لما تكون بمعنى يجعل. طيب قال لي بعد المفعول به عندك حلين، يجيب صفة يجيب مصدر. He made his son happy، جعل ابنه سعيداً فاستخدم الصفة. She made me respect her، جعلتني أحترمها فاستخدم بعدها المصدر. هل ده أستاذ كل استخدامات كلمة ميك؟ لا، في حاجات تانية يعني هنشوفها إن شاء الرحمن في مرة قادمة. كلمة إيه الفرق بين include وcontain وconsist of؟ include عندما تريد أن تتكلم، أيوة تلعب لي يا أيمن، كلمة include عندما تريد أن تتكلم عن جزء من الكل، يعني our group المجموعة بتاعتنا include someone named طه، او اي طبعا هنا ايه بنقول المجموعه بتاعتنا فيها واحد اسمه طه، يبقى انا بتكلم على ايه هنا؟ بتكلم على جزء على واحد. اهو جزء من الكل. انما كلمه كونتين 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 يحتوي على نتحدث عن الاشياء الرئيسيه بدون تفصيل. اقول المجموعه بتاعتنا بتتكون من المدرس وطلبه، مدرس وطلبه، يبقى اتكلمت على الاجزاء الرئيسيه. إنما consist of نتكلم بالتفصيل، مجموعتنا تتكون من الأستاذ فلان والواد فلان والواد فلان والواد فلان والبت فلانة والبت فلانة والبت فلانة، يبقى إذن هنا تكلمت على كل تاني بنقول من الأول. include عندما تريد أن تتكلم عن جزء من الكل. contain تريد أن تتكلم عن الأشياء الرئيسية اللي موجودة. consist تريد أن تتحدث عن كل ما هو موجود داخل هذا الشيء الذي تريد أن تصفه. وهكذا حضرات السادة والسكر الزيادة، أسأل حضراتكم أنا بقيم نفسي معاكم، فهمتوا كام في المية؟ كل يرد بقى يا مستر معلش بس بالله 80 كويس. مين اللي بيرد؟ أنا طه. كويس طه، باين يا طه. في حد سأل حاجة وهرب؟ مستر معلش عندي سؤال بس معلش. تفضل علي صوتك بس قرب بقك من المايك. يا هو لو في الجملة بتاعت A number of animals دي ليه ما نستخدمش from مثلا؟ استخدم ايه؟ بدل of from بدل of. لا 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 بص انت هو كده، كان زمان لما يعلمونا اللغة الانجليزية يقول لي ايه don't think in Arabic and write in English but think in English and write in English. انت اصلا تعاملت معاها بالعربي، تعاملت معاها بالايه؟ بالعربي. فعلى هذا الاساس قلت طبعا عدد من كلمه فروم. فروم في اللغه الانجليزيه معناها جزء من الكل، يعني هنا جزء من الكل يعني بتاخد حته من الكبير، فما تنفعش كلمه من، لانه عندنا اللغه الانجليزيه كلمه من مضاف ومضاف اليه، فبنستخدم معاها حرف الجر of مش فروم. طيب نكمل ونشوف حضراتكم احنا وصلنا لغايه فين. كلهم سامع؟ The countryside is quiet in the reef. Countryside يعني الريف. Is quiet and peaceful. اهو كده اللي بتسويه. رقم ايه؟ رقم ايه؟ ده اول رقم ايه ده فظيع. جدع يا ولاء. محرومة من العشاء النهاردة يا ولاء. وهسمعك واحدة يا ولاء اهي. يا مستر ما حفظتش الكلمات. بس عشان تحفظك عشان انت اول ناس خدتوا المذكرات. بس انت ما قلت لناش ان احنا نحفظ الكلمات. ايوه عادين قلت نعم حبيبي. بعد اذنك يا مستر اقبل اسامه محمد من عينيا. حاضر ايوه ايوه. طيب كويس انك شاطر معايا انت والله عشان انا مش مركز. فين اسامه؟ مستر هو احنا نحفظ الكلمات قبل ما ناخد الدرس؟ المفروض طبعا المفروض، بس عشان دي اول مره. نعم اسامه مش بعد طلب يا ولدي. فين اسامه؟ اسامه فين؟ ما ظهرش. كل خش يا اسامه عشان نقبلك. دخل هو مستر. لا 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 ما ظهرش عندي هنا.
الوحيد وكلنا دخلنا مع ده أسامة. حتى نوها مشي. ما علينا. وصلنا خلاص احنا بنشطب اهو يعني على وشك. At 5 PM we sailed along the river to see the sun goes. ساعة 5 مساء بنشوف الشمس goes ايه؟ Down. Goes down. تمام. Down. جدع. شطور. I can't stand. كلمة I can't stand يا سنة أولى معناها لا أطيق ولا أتحمل. Near to a railway station. أعيش جنب السكة الحديد. At is to. Nothing. Excellent. تمام. برافو يا ابني. برافو عليك. She travels to all kinds of. للأسف إن هي رقم 59 محلولة. يلا نصيبكوا حلو كده. It's important to keep in any emergency. في حالة الطوارئ لابد أن تبقى. ها؟ كلام. اللي هي دي معناها إيه؟ هادئ. 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 تمام. تعالوا بينا حضراتكم نترجم أول جملة ونشوف. طبعا احنا هنسيب لكم ايه العربي. We should build up our children in good manners to be good citizen. ها. نحن يجب. الكلمة الكلمة اللي مش عارفينها الاول قولوا ايه الكلمة اللي انتم مش عارفينها. اخر كلمة. Citizen يعني الكلمة مستر. Manners مستر. يعني جود ما اسلوب منارز يعني اساليب. وسيتيزن يعني مواطنين. ها ومن نار اساليب. اقول يا مستر محمد موسى تفضل. يجب ان نربي اطفالنا على السلوك الصحيح. تمام. ويكونوا مواطنين جيدين. كي يكونوا مواطنين جيدين. برافو عليك. أو كي يكونوا مواطنين جيدين. برافو عليك. يا سلام يا ولد. تمام. يبقى يجب أن نربي. نعم يجب أن نربي من في الويتنج روم أسامة. يجب أن نربي أبناءنا. خلاص. بأساليب جيدة. حتى يصبحوا مواطنين صالحين. دايما يا سنة أولى لأن هنعمل إن شاء الرحمن كده حصة للترجمة كاملة وأنا مدي لحضراتكم يعني مدي لكم جزئية للترجمة ورا هندي حصة كاملة للترجمة هنشتغل فيها لأن دي عليها درجة كويسة. مش لازم تترجم ترجمة حرفية. مش لازم تترجم ترجمة حرفية. يعني عادي جدا إن حضرتك إنك تجيب كلمة زود كلمة من هنا وتودي كلمة من هنا وهكذا. طيب. Many people prefer the country يعني الريف to the city as they enjoy its fresh air which is free of يعني خالي من any kind of pollution in addition to دي معناها بالإضافة إلى It's friendly people. خدوا يعني ادي فرصة كده للناس عشان في ناس عايزة تفكر وبعد كده. أقول يا مستر. أسامة. أسامة ما شاء الله الحمد لله على السلامة يا أسامة. الله يسلمك. إيه الحكاية عشان المشوار السد بعيد ولا إيه؟ ممكن. ماشي. ثانية يا مستر. ثانية ماشي حاضر. يا قول يا مستر استنى عشان البنات عشان البنات هتقمصوا تبقى شغلانه وهتلاقيهم كسروا لنا الشاشه دلوقتي. علاء وايمان تمام.
طيب سكتوا هما، ابدأ يا أسامة. أقول العديد من الناس يفضلون القرى عن المدن، الريف عن المدينة، تمام، بسبب أنه هواء يحتوي على هواء نقي، تمام، بالمجان يعني فري أوف معناها خالي من، وخالي من أي تلوث، in addition to its friends، وأصدقاء طيبون. تابع عن إيه؟ هي in addition to بالإضافة إلى، تمام. ندي لك دي الجملة دي من اثنين، ندي لك واحد ونص من اثنين، في حياة وقعت في النص. حد تاني ممكن يزود؟ كويس يا أسامة. حد عنده إجابة تاني؟ البنات. واحد عربي. أسامة بس اللي عارف المجموعة، عشرة انفار، أسامة بس اللي عارف الترجمة، قولها بأسلوبك. أيوة مستر. تفضل يا محمد. العديد من الناس يفضلون الريف عن المدينة. أيوة. كانت يستمتعون بهواء. في كلمة آز، عارف آز يعني يا محمد؟ معناها لأن، هي بيكوز. يبقى آز ومع زي، يبقى أنا أضميت، يبقى لأن هم بقت على بعضها لأنهم. لأنهم يستمتعون بهواء النقي. برافو عليك. الخالي من أي أنواع من التلوث، بالإضافة إلى أنهم أصدقاء صالحون. أبو عبد الله خدت بالك؟ إتس هنا ده ضمير ملكية عائد على مين؟ على الريف، بالإضافة إلى ناسه الودودين. كلمة فريندي معناها ودود أو طيب. يبقى هنا بنقول كثير من الناس يفضلون، أفرض أنا زودت من عندي، يفضلون المعيشة في الريف عن المدينة، مع ان كلمة المعيشة مش موجودة، لكن لو انا زودتها من عندي مش عيب ولا تسيء الى ترجمتي، بالعكس ده تحليها، لانك انت بتحول الكلام للغة العربية التي تتناسب مع لغتك. كثير من الناس يفضلون الريف عن المدينة لانهم يستمتعون بهوائه النقي. ولو واحد تاني بقى اللغة يقول هوائه العليل الذي هو خال من أي نوع من أنواع التلوث، بالإضافة إلى ناسه الطيبين أو أناسه الطيبين. وده الكلام اللي موجود عند حضراتكم، تمام. ممكن حضراتكم حد يدينا الترجمة دي؟ القراءة مفتاح المعرفة والعمل الجاد مفتاح النجاح. هترجم أنا لحضراتكم. أقول مستر. طيب اتفضل. زكي ذا ريدنج. اول خطا عملته قلت ذا ريدنج. ريدنج لان الفعل المضاف له اي ان جي لا ياخذ ذا، يبقى ريدنج، تمام. ريدنج از ذا كي فور نوليدج. ذا كي اوف نوليدج اللي قلت على حضرتك عليها المضاف والمضاف اليه، ناخذ اوف. ريدنج از ا كي of knowledge، تمام، برافو عليك. And hard working. Hard work بس. Is the key for success. Success، برافو عليك، ممتاز يا ولدي والله. تمام، reading is. طبعا مش هقول ذكي، هقول a key، لأن ده عبارة عن إيه؟ نكرة. Reading is a key of knowledge. And hard work is a key of success. حضرات السادة والسكر الزيادة، وصلنا إلى نهاية الحصة بتاعتنا النهاردة. نتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى أني أكون وصلت لحضراتكم المعلومة. وما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا كده يا شباب. حضراتكم اللي عنده هست، طبعا عايز اعمل مع حضراتكم كده اللي احنا مطلوب مننا. اولا انا هعمل امتحان للكلمات وهنزله على الجروب، الناس كلها هتحله، وهتحله انت عندك، وتقول لي ارسال، هيجيني الامتحان محلول عندي على الكلمات، وهحط لك فيه بعض من الاسئله برضو تاني اللي عشان ده تسميع الكلمات. في باراجراف احنا كتبناه.
فاكرين البراجراف اللي بس اخلي البراجراف مش المره دي. نعم يا ايمان. بوقت ولا لا؟ نعم بوقت ولا لا يعني لما نيجي نحل ال طبعا ما هو في تايم، انا هو الامتحان معمول له تايم عند حضرتك، الامتحان اللي هيجي لك فيه تايم كده ايه يعني، كل سؤال عامل له وقت محدد، هيك بقى موجود من فوق كده اللي هتشوفيه كده، الامتحان عندك محدد بكم وقت يعني ان شاء الرحمن. دون وري، اول مره كده احنا هنشتغل تجارب حصه 2 3 لغايه ما تتعودي على شغلي وبعد كده. بس انا اللي انا عايز اسال حضراتكم عليه، انتوا فهمتوا مني يا سنه اولى؟ ايوه يعني انا في غير واحده بس اللي فهمت الجمله. ايوه طيب. ايه المشاكل اللي واجهت حضراتكم اللي ممكن نتغلب عليها بعد كده؟ الحصه ممله مثلا؟ لا مش الحصه ممله يا بنات، عشان نهى زعلانه مني مش عايز ترد عليا حتى. هنحاول جديده يا مستر. ها هنحاول نخليها ترد. يعني انا اقصد انا يعني شغلي انا مخليها لكم ممله ولا الممله من عندكم؟ لا تمام يا ايمان، عشان انا عشان هسال امك بعد شويه يا ايمان اشوف ايه رايها، ايه مش قاعده تسمع معاكي ولا مش فاضيه النهارده؟ لا مش فاضي تعبانه. الف سلامه مستر، انا مش سامعك بتقول الواجب، الصوت بتاع عندي. لا ما هي مشكله الصوت عندي، الصوت بيقطع عندكم كلكم ولا عند ولاء بس؟ لا انا تمام. سامعني؟ في مشكله عند حضرتك يا ولاء. الواجب اللي قلنا هذا فيه طبعا، انا هبعت لك امتحان يعني تحفظ الكلمات الاول وتذاكري كل اللي احنا اخذناه، كل اللي احنا اخذناه ده النهارده تذاكريه كله. هبعت لك امتحان صغير عليه لسه في البدايه يعني مش كتير، وبعد كده ان شاء الرحمن يعني امتحان هيبقى من يعني درجه صغيره كده بس في التركيز في الاول، وبعد كده هنخش على الكلام الجد. نعم حد عنده سؤال؟ طيب امتى الامتحان؟ انا اول ما هخلصه انا قبل الحصه هكون عندك، قبل الحصه هكون عندك على الجروب يعني ان شاء الله. ماشي. احنا تعاملاتنا مع بعض دلوقتي سنه اولى على الجروب، ده بيتنا الجروب ده هو بيتنا. انت عايز تسال حاجه تكتبه لي في الجروب، عايز اي حاجه في الجروب ابعت، انا هطلب منك اي حاجه في الجروب بتاعتنا اللي على الواتس ده اللي هو اولى 2021. اوكي مستر، امتى نتعود او ناخد تدريب على يعني الترجمه وكده؟ ان شاء الرحمن اول ما هخلص الوحده الاولى هنتوقف ونبدا ناخد، انا طبعا لازم ادي لك منهج عشان اخليك الترجمه عليه، وهتلاقي جزئيه الترجمه موجوده ورا، خلي بالك في في الكتاب لو خدت بالك يا ايمان. بصيت لها ورا في الكتاب ورا؟ ولا انت الكتاب من ساعه ما اخذتيه عملتيه مخده ونمت عليه؟ لا يعني انا كنت بصيت عليه كده بس. بصه سريعه يعني. طيب ماشي، انا يعني ان شاء الرحمن كلكم يعني الحمد لله النهارده يعني اكرمتوني فعلا وكلكم انا نعمين. سمحت ابعت لي اللي انا مفروض اعمله من الويب على الواتس عشان انا مش سامعه ولا حاجه فين وفين، عشان كل بيت المايكات في وقت واحد عشان كده الدنيا بلك عندي. طيب ما حدش يتكلم غير ولاء. سامعه دلوقتي يا ولاء؟ سامعه يا ولاء؟ ولاء يعني بيقطع برضه يعني اعمل ايه؟ روح يا ولاء يا شيخ. طيب بص كده، اهو نقول لك اهو نقلب الواجب حفظ الكلمات ومذاكرة كل اللي أخذناه. هبعت لك امتحان
على الجروب. يا رب تكوني فهمتي يا ولا. فهمت يا مستر وشكرا جدا تعبك. ايه رايك بقى كده؟ تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله. هتفرحوني لغايه الاربع اللي جاي ان شاء الرحمن، بس فرحوني لما ابعت لكم الامتحان الاقي الناس كلها حلته وجابت لي النتيجه جميله، وهنشوف مع بعض وهفضحكم طبعا. اللي هيجيب درجه منيله هفضحه في الجروب قدام المجموعه، واللي هيجيب درجه حلوه ان شاء الرحمن يعني في النهايه انا هبعت لكم التحيه دي. يلا نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.